بتشوفوا خلفي طبعا أيقونات اللي هي ليوحنا وبروخروس وآخرون، اللي هي بتعبر عن طبعا تعليم من سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا شاف يوحنا يسوع ابن الإنسان في وسط السبع مناير، شاف على في يمينه سبع كواكب، من فمه سيف ذو حدين يحمل مفاتيح الهاوية والموت، وإشارات كثيرة بتتكلم عن جمال ومجد الرب المقام، مصورة بالأيقونات القديمة، وهذه اللي كان يعلموها للمسيحيين من زمان. طبعا اليونان 98% من تعداد سكانها روم أرثوذكس، هذه المغارة بيجي بزورها من كل أنحاء العالم، لأنه تعتبر قدس أوروبا واحد من أقدس الأماكن. يكفي أنه الرب يسوع ظهر ليوحنا الرسول في هذا المكان. من هذا المكان أعطى إعلان عظيم: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. وبالضبط وين أنا واقف، هذا إضافي بناها خريستودولوس اللي هو يعتبر قديس هذه الجزيرة في سنة 1088 تخليدا وتكريما للقديسة حنة أم القديسة مريم العذراء. وجدير بالذكر أن أمه كان اسمها كمان حنة، والإمبراطور اللي أعطاه التصريح اللي هو أليكسيوس كمان والدته اسمها حنة. فشيء جميل أن تشوف يعني أسماء أو أبنية تبنى تخليدا وتكريما لهؤلاء القديسين اللي تركوا بصمة وأثر على حياة الناس.